سيدنا مرحبا بكم في الفيديو دي جديد. مدة صراحة وانا غابر على اليوتيوب، كنت مرة ما صنحت شي فيديوهات اللي هما قصار تنديرهم الدرون، ولكن بعض الظروف هادشي علاش غبرت على يوتيوب. بينها انني السنة الماضية تقريبا 17 مارس 2020 كانت جاتني كورونا، تصبت بكورونا. ف كنت نحاول، كنت باغي نهضر على هذا الموضوع هذا قبل، ولكن ما ساعدتنيش الظروف. بكم الاخوان، اليوم 17 مارس، بغيت نكلمكم في واحد الموضوع اللي بغيت نشوف او نشارك معكم التطورات ديالو. ماشي موضوع اللي مزيان صراحه، ولكن ما عرفش واش غادي نشاركو بالضبط 100% ولا لا، ولكن الفيديو تنسجلو اول حاجه ليا الان باش نشوف الوضع واش غادي نتجاوزو ولا لا. والمشكل تيخص الموضوع ديال الساعة اللي هو فيروس كورونا. فغادي تقريبا شي 4 أيام هكاك بديت نحس بالأعراض ديالو. فقط بعض الأصدقاء اللي تيعرفوا هذا الموضوع هذا. كيف جاتني مارش، كنت نحس براسي صافي، حتى بديت نحس براسي الجسم منهك، العضلات تيضروني، السخانه باش تحبس عليا، صداع الراس، هادو هما الاعراض اللي جاوني صراحه. المده ديال 3 أسابيع هنايا كانت ديك الوقيته السويد ما تتسعت صراحه، حتى دابا لحد الان نفس القضيه، ولكن شويه على الاقل دابا بداو يديروا الناس تيست بزاف ديال الحوايج. ديك الوقيته ما كانش تيست، تبقى جالسة في الدار، تصعيد ليهم في التليفون، تتسيم النوبة تقريبا واحد 3 سوايع ساعتين ونص، وانت تتسيم شاد النوبة ديك في التليفون. في الاخر تتجاوبك شي طبيبة ولا شي فرملية، وتتقول لك صافي جلس في الدار، ما عندك حتى شي حل، خاصك تبقى في الدار. كانوا تيشدو دوك الناس اللي عندهم صعوبات في التنفس، هادو هما اللي كانوا تيشدوهم، اللي ما تيقدروش يتنفسوا من غير بالمساعدة ديال دوك الأجهزة ديال التنفس. هادو هما الحوايج اللي كانوا تيساعدو فيهم. ف جلست 3 أسابيع، كانوا صراحة الأصدقاء ديالي هما اللي تيساعدوني، تنوجه لهم التحية وتنشكرهم بزاف على المساندة ديالهم، وكذلك العائلة ديالي. وتنوجه تحية وشكر للصديق ديالي سيمو اللي كامورا مراتي تقدى ليا تقدية، تنصيفط له ليستا تيجي تيحط ليا التقدية ويخليها برا. سيمو مشى تقدى ليا التقدية هو جاي، الله يجازيه بالخير. الناس كيفاش يتعاملوا مع كورونا. شكرا الشيف، الله يحفظك سيمو. حتى تجاوزت هاد المرحلة هادي، كيفاش كنت نحاول نساعد راسي براسي؟ كان ديك الوقيته الناس قلال اللي مرض بهذا المرض هذا، فكنت نحاول اولا كانوا الناس اللي مرض بكورونا واللي تيشاركوا التجربة ديالهم في الانترنت او في يوتيوب كانوا قلال، فكنت نحاول ما امكن نبحث نشوف كيفاش كانوا تيديروا خلال ديك الفترة ديال المرض ديالهم. حاولت انني فقط نقوي الجهاز المناعي ديالي بالماكلة والسبور، هادو هما الحوايج اللي كنت نركز عليهم. فواكه بزاف، الخضار، تنحاول ناكل مزيان صراحه، ولكن تناكل الاغلبيه تنكثر من الخضر والفواكه. الصباح تنوض على الصباح خاصني نشرب شي كاس ديال الحامض، علاش؟ حيت كان عندي مشكلتين في الحلق، كان
تحس بيه مزير وعامر، تتحس ان عندك شي فيروس ولا بكتيريا هنا، شي حاجه متقلع عليك. ف و تندير سبور في الدار، هذا هو الحوايج اللي كنت ندير، ما كنتش نخرج من الدار لمده ديال 3 اسابيع. يلا مره بالعشيه تنخرج، كاينه واحد البحيره حدايا تنخرج لها نتمشى فيها شويه ما تيكونوش الناس. هذا هو الحوايج اللي كنت ندير حتى دزت 3 الاسابيع. الاسبوع الثالث بالضبط تحس حيدت لي السخانه وصداع الراس، الجسم شويه كان الحمد لله بدا تيرجع للقوه ديالو. فالاسبوع الاخر غير كان عندي مجموع ديال داكشي هنايا في الحلق، صافي اللسان ديالي ثقيل بحال نقول كنت مخدر. الاخر مشي عمليه غرفه العمليات و كانوا مبنجيني، صافي اللسان تتلقاه متي يطلع اي بزز، الهضره ديالي تتبان شويه في شكل. كنت شريت داك اليود، واحد كاين واحد القريعه صغيره ديال اليود مركز، تتخلطوا مع الماء تبدا تشلل بها شويه، هذاك تيقتل لي بكتيريا. اما الفيروس ديال كورونا شويه صعيب باش يتغلب عليه، ولكن كان يساعد. صافي السيمانه الرابعه وليت بخير الحمد لله، دازت الامور بخير وعلى خير. هذه هي التجربه ديالي مع المرض. واخا مؤخرا داز تقريبا شي عام، حسيت براسي بحال الا جاوني عاوتاني الاعراض. و حيت تيقول لك من بعد ما تيمشيو دوك لي زونتيكور من الجسم، ديك الساعه تكون معرض عاوتاني تقدر. طيب هو ما جانيش بنفس الحده اللي جاني قبل، وهذا ماشي يعني ان كل واحد غادي يجيوه نفس الاعراض، حيت كاينين اللي تنعرفهم اصدقاء ديالي اللي مرضوا ما جاهمش اعراض نهائيا، صافي عطاهم اي بلي راه بوزيتيف، ولكن يلاه حاسه التذوق ما بقاتش عندهم، اولا حاسه الشم هي اللي ما بقاتش عندهم. وكل واحد والجسم ديالو كيفاش شي. المهم هادشي اللي كاين الحمد لله دازت بخير وعلى خير. نتمنى كل واحد الله ينجي كل واحد من هذا المرض هذا اللي مازال ما تقاس به، والله يشافي كل واحد مريض، ونتمنى ان الامور تولي بخير وعلى خير مستقبلا، وترجع الحياه كيف كانت من قبل. الله يسهل على كل واحد يا ربي. و هادشي اللي كاين هاد النهار هذا تنسجل كيف تشوفوا، كنت ضربتها بواحد تقريعه. هاد النهار تنسجل اليوم 17 رمضان، نتمنى هاد الشهر هذا يدوز بخير وعلى خير، بالصحة والسلامة على الأمة الإسلامية، والله يرفع هذا البلاء على الجميع إن شاء الله. ونتمنى أن الفيديو اللي يجيو من بعد يعجبوكم، الفيديو اللي يجيو فايت لي ديرهم قبل كورونا كما قلت لكم درتهم في ألمانيا، والفيديو الأخراني غادي يكون في هولندا، كنا مشينا تفرجنا في الماتش ديال بدر هاري من بعد عام وزيادة على الماتش، عاد غادي نحط الفيديو ديالو. وان شاء الله دابا الجو بدا تيسخن هنا في السويد، نحاول ما امكن ندير فيديوهات زوينين، وعلاش الليله الا تقدت الامور مع كورونا وهاد المشكل ديال السدان، الواحد ما تيقدرش يسافر، وتيكون لو ريسك ديالك انك تقدر تسافر وتطيح شي مشكل. لا نتمنى هاد الامور هادي نتجاوزوها، والواحد يقدر يسافر ونديروا فيديوهات زوينين في الله يسخرين ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم، هادشي بغيت نقول لكم، نشوفكم في فيديوهات اخرى. تهلاو، سلام، تشاو.